على عيد هنشوف امامنا الانذار. ادي امامنا التسديده حلوه، والتسديده الهدف الاول، الهدف الاول تسديده صاروخ 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 من مره واحده. يا ولد يا ولد، امامنا هنا هنشوف اعتقد حسام حسن اللي سددها ولا مين، اعتقد امامنا هنا في اللقطه الماضيه الهدف الاول طبعا لفريق نادي سموحه. هنشوف امامنا اللي بيسجد طبعا شكرا لله محمود عبد العزيز، لكن اتسددت من مره واحده، اعتقد طارق طه هو اللي سددها من مره واحده الهدف الاول لسموحه السكندري في الدقيقه 30. ادي امامنا التسديده حلوه حلوه، خدعه للحيطه وخدعه طبعا للحارس علي فرج، اعتقد طارق طه بالفعل الظهير الايسر الاعصر في تشكيله فريق نادي سموحه.